وبعدما نزل الوحي على سيدنا رسول الله واتصلت روحه بربه عز وجل فامتلأت بالنور وانعكست في مرآة روحه أخلاق رسول الله وتنعكس في النبي في مثل هذه الحال وبمقدار مقام نبوته تنعكس فيه صفات الله، يعني حكمة الله، قدرة الله، حلم الله، صبر الله، قوة الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.